السلام عليكم، صباح الخير عليكم. هذا الفلوغ هذا اللي جاي بناء على واحد التحدي بيني وبين حميد مبروك على الفياق بكري. هذا الفياق بكري باش ندير شويه ديال الرياضه وشويه ديال الجرى، غادي يكونوا تحديات اخرين طبيعة الحال فيها انصاف اللي تعطل بلا ما جاش. المهم واحد شويه خليكم معايا خوتي. وصلنا للبلاصة المعلومة فين التفكير غنطلاقها. بقيت كنجري شوية عييت، ولا اليوم غيفشلني، اليوم غيغلبنا. حنا وصلنا للبلاصة المعلومة، تعطلت في 5 دقائق. أربط سلوبية، بركة ملك دوب شوية. أربط سلوبية، بركة ملك دوب شوية. والله الا راه يدير الحركات بالله. انتما خوتي انتما شي واش غيبان لكم؟ نزيد نقرب شويه عنده، فعطلت ما عرفتش باش غيحكم عليا. المهم داير اللي دار الروطار غيحكم على الاخر. السيد بدا تعطلت ياك ويلي. صافي درت الروطار اخويا. صباح الخير، صباح النور. كيف صبحت؟ بخير النعاس. كيف النصاب؟ مزيان صحة. غلبني النعاس. اشوف والله انا عرقت ونشفت وقلت يلاه جاي فريق على خاطره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. نحطوا حويجاتنا ومرحبا بكم معنا. دابا ندير واحد التحدي ديال واحد السباق ديال الكورس، شوف شكون غادي يسبق. غير واحد ندير غير واحد 30 متر ولا 40 متر، ولكن بلا ما تضحكوا عليا. واخا عارف راني نخسر، ولكن بلا ما تضحكوا عليا حتى السوفري والو. حميد راكم عارفين مولف كيترينان على قد الحال. يلا المهم خليكم معنا. اخويا غادي نعاودوها بلاتي. واش مقبولة إعادة المحاولة ولا لا؟ انا عاودو. يلا اخويا نعاودو. يلا نعاودو كما الله عافاك، وندور معاه هي باش تخليه يغلبني.
المهم هذا النهار تخبص علينا حميد كما كتشوفوا. هذا غير باش هذا مثال باش تعرفوا ان بنادم واقف كيتريني وكذا، راه ماشي هو بنادم واقف كيتريني ما والو. هنايا قليل عندي 15 يوم في العام ديال الله ديال لونطريما بارك. يعني الصراحه لونطريما شي حاجه اللي هي مزيانه، ما كانش يعني خص واحد الممارسه، يعني يا اما يمارسها، اهم حاجه هي الممارسه في الرياضه ولا في اي حاجه. واش مشيتو يوم شفتو المثال حميد راه وطار، ولكن راه لا اله الا الله. واحد المهم تهلاو لنا في راسكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين خاصه ديال حميد من لوخ فلوك، باش يكون الدعم متبادل ويكون تشجيعات. المهم دابا غادي نخليكم مع واحد البانوراما ديال البلاصه اللي حنا كنجريو فيها. يلاه نشوفكم في فيديو اخر، تهلاو لنا في راسكم.